بسم الله الرحمن الرحيم. سر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته، اللهم آمين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار، آمين آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، عباد الله، الدار الآخرة سلسلة إيمانية نذكر فيها بعضنا البعض بما ينتظرنا بعد مماتنا، في زمان أنستنا فيه هموم الدنيا هم الآخرة والاستعداد لها، في زمان انشغل الناس بالدنيا وانكبوا عليها وتنافسوها فيما بينهم، في زمان قست فيه القلوب إلا من رحمه رب الأرض والسماوات. أحبتي في الله، سلسلة يثني الدار الآخرة مقارة الدجن الوقت من يتصني وذان رهانك من المشاكل ذي منوس الدنيا، نغفر منوس أمقرا من الآخرة، نغفر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. في هذا الزمان الذي قست فيه القلوب ذور نور ونقصحن، نوعظ فلا نتعظ، ونذكر فلا نتذكر، وننصح فلا ننتصح، ديش نزمن ورا ونخذ حلق صحن، نسري الموعظة ولكن وزيس نكستيشا النصيحة ونسرى غحد ولا نتعظ، دائما بين قوسين إلا من رحم الله سبحانه جل في علاه. أحبتي في الله، أقدم بين أيديكم هذه السلسلة، أذكر فيها بداية نفسي وأذكر إخواني وأخواتي، والهدف من هذه السلسلة الإيمانية هو أن يزيد الصالح فينا من صلاحه أو في صلاحه وتقواه. ما من صور سلسلة الدار الآخرة بشاء ونجان صالح ونجان تقي ونجان ذيس الإيمان يقوى، أذياني عاد كتاع يزيد عاد في الصلاح دياله ويزيد في التقوى دياله. وكذلك ذلك الغافل الله، وكلنا ذاك الغافل الله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، أن يستيقظ من غفلته وسباته قبل مماته ليستعد للقاء ربه. عباد الله، أحبتي في الله، تحدثنا في الخطبة الماضية عن سكرات الموت، تحدثنا وهدرنا على سكرات الموت وما يراه المؤمن وما يراه الكافر الفاجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يرون ملائكة الرحمة، ونسأله جل في علاه أن نكون من الذين يبشرون بالجنة عند خروج الروح، اللهم آمين يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي في الله، بعد أن مات الميت، وما ندخلوش في التفاصيل بزاف، بعد أن مات الميت وغسلناه وكفناه وشيعناه ودفناه، أواني يغيم مثل ميت سريدنت، ثم تقنتير شفن، ثم تشيعنت للجنازة، ثم انترنت قنظر في هذا القبر، بيت الظلمة هذا القبر، أقف عنده وقفة هذا القبر. أحبتي في الله، الكثير منا لم
يعود يوقر هذا المكان الطس زينق نتحاول توقابوي مغران بزاف بينا فينا كنمشيو للمقابر ولكن الحال ديال السلف الصالح ماشي هو الحال ديالنا. اذا نظرت في الحاضرين عند الجنازه تجد منهم اليس انت اهل الخير اني فهمن اللي فاهمين ولكن تجد فيهم ايضا اليس انت من يتكلم مع صديقه او اخيه او صاحبه اتفدي جني السور اكون مغني وهو ينظر الى القبر يغزغ وينظر يتوالى انتوالى يجني السور اكون مغني وواحد كيهضر في التليفون يجني السور ديال التليفون. وربما كثيرا ما شاهدنا اناسا يضحكون ضحشن والله الا نزريهم يضحش وينظر يتوالى ومس اخي انت ولكنه يضحك يضحش ولكن السلف الصالح الحسن البصري رمي سريوني الناس قال من هذا الميت حضروا في واحد الجنازة الناس واستخمان الوانيتين موثن فقال الحسن البصري ذاك أنا وأنت. قالوا هذا كلمة ما أنا وانت لأن الدور علينا آت لا محالة لا بد دي صنها عني إذا غنى ثلاثة حتى احنا غادي ندخلوا لذلك القبر فهذه مسلمة هذه عقيدتنا أماته فأقبر لا بد من دخول القبر أحبتي في الله. لذلك الحال ديال الصحابة رضوان الله عليهم عندما تحدثنا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البراء قال كنا وكأن على رؤوسنا الطير قال لك بحالي على الريوس ديالنا الطيور أخمي خانخي جوجيون خوش جين يعني وتنهزين يجوجيون مخت معسن على من كيحطوا الطيور على الشجر ولا على الحجر على الجماد تمروسان يجذب خرحاشتي ويتنهزان اهزي وهلا يقال شي وغيمني من حتى ذي الجنازه. بل احبتي في الله عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين وهو الذي قد بشر بالجنه في الدنيا قبل الاخره قبل موته ما رانش نترجى الله حضرني الموت خروج الروح كنستناو ان نبشر. هذا الصحابي بشر بالجنة في حياته الله أكبر صواته كذي ابن الميدة أن نتشك إذ أدسي أثي بالشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة يا لها من بشرة بشرة عظيمة. ومع ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عندما يقف على قبر بكى غادي بالدغي هذا شل الجنازة من سراء وقف على قبر يعني وجيني يبد سنجنس لا ماشي وقف عليه لا حداه يبد الزاذي ونظري غزاذي لحضاذي الجنازة. عثمان بن عفان يبكي وكيدير هذا البكاء مش قيم طونا يترو عثمان بن عفان وهو الصحابي الجليل الذي تستحي منه الملائكة الملائكة سبحان عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين تغمني حتى قندر ديشان الجنازة يبكي حتى يبل لحيته يترو أرحم ثماء نسمار رثوف سيم الطوم نشين مرن غيخ في النخ هذا ثماء شان ترقيرين يم الطوم على سوع الصاد وينه لأن القلوب قد قست إلا من رحم الله عليها خصنا كل واحد فينا يدور على القلب دياله. أي والله مش دام زوانو كل جن زين خي خسا هذه فتشة دي سقسا غور النس أشنو مطان طموبين غور النخر خوي بحا يقسح خس تيوز لأن الإنسان شغل بالدنيا وغفل كثيرا عن الآخر. لذلك عثمان بن عفان زاد نشي الحال نخذي المقابر وشد زاد غادي شوف الجنازة وشوف الناس وغادي يبان لك القلوب شكون اللي عنده القلب حي وشكون اللي عنده القلب مريض ونسأل الله السلام والعافية كاين اللي عنده قلب ميت نسأل الله السلام والعافية غاسور يموت لا يتأثر ولا يتعظ ولا ينتصح. لذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما بكى الصحابة رضوان الله عليهم استقسانت سولوه قالوا له تذكر الجنة والنار فلا تبكي تسري ذي الجنة ذي النعيم ذيس تسري ذي النار ذي العذاب ذيس كتسمع للجنة والنعيم ديالها والنار والعذاب ديالها فلا تبكي ما كنشوفوكش كتبكي فمين ينسر شي حاجة الجنة والنار شي حضار ما كتبكيش وتبكي من هذا
وشرخص تروز خوندر. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. فدا ثم الزوار وتشغي السوغن غل الآخرة هو القبر. دخلتي في القبر صافي تاعك بالخلق الآخرة. إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه. القبر هذاك اللي غادي يسلك من هذاك القبر وينعم فيه، كاع داك الشيء اللي غادي يجي بعد ساهل على هذاك القبر. ومرا إذا لم ينجو من القبر مرا ويسلك شادي يعني يسقط في ذاك الامتحان اللي عندنا في القبر، الامتحان الحقيقي في ذاك الامتحان ما نجحش، فما سيأتي بعده أشد منه. يعني مرا الإنسان ينجم ذي قندر النس يثبت ربي سبحانه وتعالى يجاوب ينعم ويفرش له في من فراش الجنة، ذي اللحظة اللي ما رمي بغيس نواني القبر زي الحاشر أهوال يوم القيامة ذي الميزان ما رأى أخذ يسهر اللحظة اللي ونظر. أما ما لذ استخذ قساح اللحظة اللي ونظر يعني يسقط الامتحان وفرش له من النار والعياذ بالله، يعني من دي قوانا وانس يقسح كتازم من غير السعدين. لذلك قال عثمان رضي الله عنه: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. النبي صلى الله عليه وسلم ينش وزرق بوش المنظر يسق والكفاء زقنظر، مش شيء منظر أبشع منظر وأفضع وأخوف منظر من القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في الغزوات في الحروب تورني ذمان تورنا الختلاء والجرحى والخوف من الجيوش، قال كاين بزاف المسائل. وشاف النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على حقيقته، زريت النبي صلى الله عليه وسلم ويزرى النبي صلى الله عليه وسلم لرحلة الإسراء والمعراج، يزرى تصل المناظر اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه قال أنه ما رأى منظرا أفظع، ما كاينش شي منظر كيخوف أكثر من المنظر ديال القبر. هذا الشيء اللي عندنا احنا يعني شينا مغامض في عقل النهر خذي ذي الوقت امنين بينسى نتاحظه ونظرنا على الدخس يوميا ليلة نهار ابن قطر السنم كيمشيوا الناس يسكروا عند المقابر، ما هو ما قطر الزعم السنم كل شيء حامل وحدين كيمشيوا فين يسكروا كيقولوا نمشيوا نسكروا عند المقابر، يعني تما باش ما يشوفوا التشي واحد ومناكر كيوقعوا كاين اللي كيحفر المقابر باش يلقن السحر والعياذ بالله. كنسمعوا في الأخبار وكنشوفوا لهذه الدرجة ماتت القلوب إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى أيضا في جنازة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله، وهو سيد ولد آدم، وهو أول من تفتح له الجنة عليه أفضل الصلاة والسلام. في جنازة بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح، ولكن مش قيم طول نعاو كيدير هذا البكاء ديال النبي صلى الله عليه وسلم. بكى حتى بل الثرى، يعني يمشي لمن يتغيتر النبي صلى الله عليه وسلم يسوفي جذيني شرني يتغى غيظان النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك التراب وذاك الرملة اللي حدا رجلين النبي صلى الله عليه وسلم فزقات كاملة ابتلت ببكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم وقال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. موعظة بليغة جملة قصيرة جدا. الإخواني أي إثماء إيمانوية أميغت سوجد. من منا يستعد لقبره؟ من يسوني تزينق يسوجد زنهارة كيوجد القبر دياله، وحنا يا أرغي كنسمعوا على الموت وصافي ملقى علم يهضر هذا يهضر لنا غير على الموت وعلى القبر وعلى عذاب القبر وعلى كذا، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالنا أكثر من ذكر هذه من لذات. يوصلنا النبي صلى الله عليه وسلم كثار الزيس نشين ونخص قاعدني ذا قاع وجنتي ذا ردي إلا ونخص قاع صافي بدر وذيني ونشقان صافي تفور خانخ ما نوي وذي سبوف وورد شلحاش تنغني. وإنما كل أجل بكتاب،
منين يوصل الأجل ديالك راه ما كاين اللي غادي يقدمه ما كاين اللي غادي يوخره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ووصى صحابته يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، وأوصي نفسي وإياكم توصي غران شيخ فينو توصي كنو كذلك أن نعد أو نستعد لقبرنا سنهارة أو تقبر. مهم الإنسان يستعد هذه السجد ينظر نس هذه السجد لنهارني غي السنس جيرتني وحدس في بيت الظلمة في هذاك القبر شحال واحد دار كابن يعني كبيرة وواسعة وما يقدرش يبات فيها بوحده كيقول كان خاف، فما بالك بالقبر، فما بالك وأنك سوف ترى ملائكة وسوف تسأل، ما بالك بضمة القبر، ما بالك بأهوال القبر. صلى الله السلامة والعافية. بعض الناس علاش كنقول هذا الهضره، بعض الناس ملي كيشوفوا شي واحد مريض شان يجنتو غيهرش ومات ايوا كيقول لك الحمد لله تهنى الحمد لله مسكين يهنى قد غيتوعد الدار تغيهرش يتوعد الدار رخو يهنى دابا راه تهنى كان مسكين كيتعذب بداك المرض ايوا دابا راه تهنى. ما ادراك شكون اللي قالها لك ولا شي ان انا قيهنى. نتمنى نسأل الله عز وجل ما ريمسر من هذه المسلمات ذهنا نقندر مسر، نسأل الله ذلك. ولكن ما عندناش الحق حنايا أن نتألى على الله. أتعلم الغيب بس نشكر غيب سندي لقي هنا نقندر النس. اسمع أخي في الله واسمعي أختي في الله باش نتسمين دخي ترجم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا عليهم. ذي اللحظة اللي ينتق الميت قنضر من الطريق ربي سبحانه وتعالى يتعرز دار الروح ذكر دار الروح لأن الروح تريد قاعد ومن بعد هكواد تذكر ذي الجسد ونموت فيتكاد يتفقد. احنا يا كيبالنا غير رملة والتراب والحجر ابننا ما كيموت، ولكنه في تلك اللحظة يستيقظ يتفقد يتعرز ربي عز وجل على روح النس خميد يتفقى. أول حاجة يتسرى يتسرى يتشري نمدوك نسخ من يقوان فاميليا نس من يقوان شين فاميليا قوان والدي النس نغيث ماس نغيث الأهل النس نمدوك النس قوان أقول يجي تعشر نس انت ذي اللحظة يتفقد ويتسرى يحس تخيرك ذي المنظرة ونيتاد المشهد ما رزي سنك نشد شك شك ما رزيسنك. بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا غادي نسمعوا هاد الطقطقات ديال المشي سواق شدي غادي ربي تمو وش هذي النيو ذان سنجنج بيسوني سنجنج قوان فتسري ذي شريف تك 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 سدي اللي وذيقها قوان ذي اللحظة يعني صافي قجيش خشم يعني صافي سمعوا فيك أفقم ديني وحدش. كلنا سيستمع إلى هذا الصوت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتوصى أهل الميت ونومي غيموت شاني الجنزي فاميليا النس أو لشي واحد عزيز عليه كيقول لك منين يمشيو الناس بقى انت شوية تما بقى قيم خميغو يعني وذان شك قيم شوية غاو نظر نوني فاميليا النس قيمة شوية ديني غاو نظر ادعاكيس ثابات لأن ذي اللحظة النية غدو يعني وذان تسند غاس الملائكة في تلك اللحظة يقع النبي صلى الله عليه وسلم من أنيخ عيز شاني الجن هذا سيقيم ذيني غوش جيب غوندر أكي سيد عاس ثبات أسين اللهم ثبته عند سؤال الملكين يا ربي تبثيت. لأن الدعاء يوم رخزيس النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه ميغو يعني وذان فينصرف أصحابه يأتيه ملكان صفي فقد يسير حسني وذان ويان وحذس يأتيه ملكان مش قيل الملكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم شديدا الانتهار وذيش الرواية أسودان أزرقان هاد هما الأوصاف اللي أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم إن جديب عرشان ذي زي زاوج الله أعلم مش تقى مش تقى الصيف أنس المغني ولكن شن منوي ذا غدينا النبي صلى الله عليه وسلم أسودان أزرقان شديدان سحن فينهاراني زيد طاف وجبوا يمسر موحس الكافر وحس لا لا أسقسين سن وسن حد ما كيعرفوا حتى شي واحد ما كينتمبوا هذا كيعرف باه ولا هذا صاحبه ولا هذا عنده المعرفة نغواني تغاس التمنيات ولا هذا عنده المنصيب ولا لا لا زيد طاف بل حتى يمسر مد الكافر سواء أسقسي ذي الجن
ممشي جو سقسية قال النبي صلى الله عليه وسلم شديدا الانتهاء. حقا ذي الآية القرآن قال ربي سبحانه وتعالى الوالدين ولا تنهرهما يعني وخص نتجعجع شاء. ولكن الملكان نين غادي يسولوا هذا الميت تجعجعا هاني هني ذي بارشان ذي زيزاون بنادم سمحن دا يسكور شيقي محرس قندا إلينا الملكان سجن الصوت كصوت الرعد الصوت اللي يتغسق سقسان أشلو الزجاج يدقز صوامش يقص صوته حيث يشغل الأمثلة للنبي صلى الله عليه وسلم باش نقارب ولا غادي يقارب. اما ما راه من كاع اللي غادي نخيلوه ماشي هو هذاك راه افظع منه صلى الله عليه وسلم. ثم يسالانه فينهرانه ويجلسانه يعني سقيما قال سقيم غادي تقول لي كيفاش غادي يجلس هذا شكت واري تحفاه من تزدت ماشي قال يقيم ذي النيج العالم النغدي هذاك العالم تما المقاييس ديالو بوحدها نمشي نتورا قبل من موت ولكن تقيفاق نمشي نتورا حفره ديال القبر ولكن في الأخير يا إما أتري حفرة من حفر النار والعياذ بالله نغتري روضة من رياض الجنة ما أدران الله أعلم. هذاك العالم سميته عالم البرزخ يجي العالم الناغني يقاه النبي صلى الله عليه وسلم فينتهرانه ويجلسانه أسغيما مثل أسغيما فيقولان له بصوت كرعت قوي من ربك السؤال مزوى من ربك ولكن سجن الطريقة وجيخهم شي مش كي كنديروا حنايا مثلا كنحرصوا التلاميذ ايوا كتقول له ولدي فكر مزيان ما تزربش غيب شويه عليك شوي شوي تخاش وتخجي خشاه غاشر وقت بينسى بينسى لا لا ينضغي من ربك خذا حاجه وغاش مروح خت بينسى ني غتسي ولادني غتخيرني غتسي درجه غتوضى صافي تروح دغيا دغيا من ربك. فيقول المؤمن ربي الله ربي الله. ولكن سهلة ظهر شيء سهل ولكن هل تظنون ما تعتقد مكيدي أنه يجن تغوي السين ربي عز وجل دي الدنيا غادي يقول ربي الله؟ واحد كان منين كيدعي أو لا كيطلب شي حاجة كيمشي للأضرحة وكيمشي كيمشي للمشعوذين والصحارة أذيني ذيني ربي الله. واحد كان كيسمع الله اكبر اذان الصلاه وهو جالس كيتفرج في القهوه يتفرج في بارتي ثاني غادي الفيلم اذيني ديني ربي الله. واحد ما كانش كيخاف من الله كان كيخاف من الناس وكيستحي من الناس ولا يخاف من الله ولا يراقب الله اذيني ربي الله. هذه اسئله ضروري ان نسولها لبعضيتنا راه ماشي اي واحد يقول ربي الله ثغاش تري دير بال قيقساح باش تري ربي الله. ثم السؤال الثاني يقولان له ما دينك ما انت ديننش؟ فيقول المؤمن ديني الاسلام ديني الاسلام انا الدين ديالي هو الاسلام. ولكن هذاك اللي ما كانش كيخدم بالاسلام واش غادي يقول ديني الاسلام؟ اللي ما كانش كيتخلق بأخلاق الإسلام اللي ما كانش يحكم بشرع الإسلام وبدين الله واش غادي يقول ديني الإسلام؟ وهو كيحتك من أمور أخرى ديانات أخرى واش أتيني ذريته صلى الله السلام والعافية. ويقولان له السؤال الثالث من هذا الرجل أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذاك الرجل اللي صفت لكم الله شكون هو؟ من سوانيته؟ فيقول المؤمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك يجي قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. شكون غيت بالتمة؟ راه الموقف صعب. كان الشمارة تقول شي واحد عرض علي القرآن راه شي مرة كتحضروا الأعراس ولا عرنو ولا عرنو وكاين وضك يقول لك شي سؤال باش تجاوب حدا الناس اجي سقسيج من السؤال وها باش تجاوب وش غزاف مش نتيرين الشين ديال اللحظة النين كوريج زين غيتعزي إتعزي جي في ذي يتوضى راس وخناس ونزرى يوذان شحال يوذان يخطى أور عادي كاد يسني ذي كاد سيها يسن جاوب انت ذي يوضيني
هذه وضع توقيع عرق منوية، فما بالك في القبر والملكان شديدان ينهاران بشدة وبقوة إلا من ثبته الله، صلى الله عز وجل أن يثبتنا، اللهم آمين. فيقولان له وما علمك؟ وذشتين نشك منين تعلمتي هذا الشيء باللي أن ربك هو الله ودينك الإسلام ونبيك هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قرأت القرآن، واش حنا كنقرأوا القرآن؟ أقشوا ذي جمس قصير نغني عاوز. من قرأ القرآن؟ واش كنسمعوا القرآن؟ واش كنضبروا القرآن؟ أولا من رمضان إلى رمضان نغذي الصلاة غالصلاة ونسرى القرآن. إن الشيء من قرأ القرآن قمرت وقعد ولا ما كنتش كتقرأ القرآن، كيفاش قد تقول قرأت كتاب الله؟ قد إني قرأت كتاب الله غريق القرآن. لذلك علينا أن نعيد حساباتنا مع كتاب الله عز وجل. ربي عز وجل من أغذي سك القرآن واجي سكيه باش ثنائر دير خزنث أباش نديره ديكورات ونكتبه بهم في الحيوت والزواقات، ماشي هذا هو الأساس ديال القرآن. الله سبحانه وتعالى من يسك القرآن باش نغع باش نفهموه وندبروه ونخدموا به. أمو يسك ربي سبحانه وتعالى القرآن هو شريعة، شريعة حياة ليس الحياة نكمل القرآن الكريم. صلى الله عز وجل أن لا نكون من الذين يهجرون القرآن، اللهم آمين. ذي اللحظة يغيني الجواب ونتاء ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. الله أكبر، نتيجة بانت في اللحظة والتو. شي مرات كدير الامتحان وكتستنى يقول لك تال السيمانة الجاية، انت متحمس خاصة مرة تغوى تجاوب مليح، أما تغوى تجاوب مليح قاعدة اسم ربي مغع التال شحال ما تغطلو مزيان. ولكن في تلك اللحظة مغيني قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، ينادي مناد من السماء إجن الصوت أن صدق عبدي، أن صدق عبدي إن نتيجت إنجح. شنو هي النتيجة دابا؟ أن صدق عبدي فأفرشوا من الجنة، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. الله أكبر، اللهم لا تحرمنا هذه الخيرات يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. شوف شحال الخيرات، واش هذا الشيء ما يحتاج منا أننا نستعد له؟ منويا ما هو يستهد جالس نادس نستوجد ذي اللحظة يتسر ذي الجواب ونتاء سوماس زيت السوذن الجنة يا ضماس أعروذن الجنة فعزم مسيج نركازي انت قندرنس عزم مسيج نركازي يغزاين شان نسيه يترجن غا الجنة يتسس تسني على ريحة الناس طيب الناس على الروايح الجنة يتشمات أمشان من يقوى. ثم ذي اللحظة اني يتوريش من هذا يقوى طيب الريحة. واحد البنادم جاي عنده في صفة رجل عنده اللباس بيض والوجه دياله منير الريحة دياله طيبة قسم من يشك شكونتا من يشك مين تعني؟ فيقول له أنا عملك الصالح. نجد العمل نشي توقع تمدي الدنيا يتوقع تسوجد القبر الآخر يزيغة القيد ربي سبحانه وتعالى قوسيغ داش بالشاخ اش بالشاخ سرخا قي قواد غاش غرخا مي غيسر منوي مارة العبد المؤمن شنو غادي يقول؟ وقد فرج له من الجنة غاس ديني يعني فسوه الجنة عرض الجنة إغزاغ الجنة من غيره إيش زيتها ربي هذه رغى ربي عز وجل ربي أقم الساعة يا ربي قم الساعة صفت الساعة ما غي يعزو ذي رحوم شنس يعزو ذي مسرخك الأحبة الناس الأهل الناس ذني بالشاع صافي الخو راسي قمبوثي قذي ما بقاش كي خاف لأنه يتوري يمشى الناس يزرل يعني ما يمي ذاك إن النبي صلى الله عليه وسلم إن القمين غيسنا وعني ما لاثنش حديني ما رمين غيسنا وعنس ذرخاء. لذلك يقول ربي أقم الساعة أنت ربي سبحانه وتعالى نسأل الله جل في علاه أن نكون من الذين يقولون ربي أقم الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين ينعمون في قبورهم وتكون قبورهم روضة من رياض الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، عباد الله، رأينا العبد المؤمن نزرى من تترجان شنو كيستنى من الخيرات، صلى الله عز وجل أن لا يحرمنا إياها. أما العبد الكافر، شوف حتى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كيعطينا ها المؤمن ها الكافر، يخضع ها من يترجل المؤمن ها من يترجل الكافر. شك يخضع سجد، من سجدت لذكينا من سجد عودت لذكينا، صلى الله السلام والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العبد الكافر فيقولان له من ربك، نفس السؤال، وإحنا عارفين الإجابة من دابا ولكن هو خاص يجاوب إلا ونعيد بتربي سبحانه وتعالى. فيقولان له من ربك، أقوم الكافر ذي الفاجر من غينه ذي اللحظة نذني ها لا أدري. وهو كان كيعرف هذا الجواب، كان كيسمعه في الدنيا يسهل أذيني أذي سنجميخ فنس، ولكن ذي اللحظة من الارتباك أمشدوا مني وشي غون تغلمة وراوها عدو راض النشاط وضحشن الناس كيضحكوا وكل شيء نشط، وسؤال كتلف سؤال سنات لغة سنات يوضع ذانيتا ممشي كذانيتا أسنى لا أدري. صافي السؤال والسنين ما دينه واستيشن بروقت نقبين صانع ما دينه لا أدري. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم لا أدري. والسنخ فينادي مناد من السماء أن كذب، يسخارق يسقط، فأفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. اللهم سلم يا رب، اللهم سلم يا رب العالمين. يتنادى منادي من السماء فأفرشوا له من النار سمست السوز جهنم والعياذ بالله. ما ميدا وقاق قشم ما عرف نتعدى أراه تهنى، شكون اللي قال لك تهنى؟ شكون اللي قال هالك ونشتينا؟ الله أعلم. ونسين نسأل الله ونرجو الله أن يرحمه ويغفر له وأن يجعل قبره من روضة من رياض الجنة، ولكن ما عندناش الحق نقول تهنى. سمز جهنم يا ثم صاروا من جهنم تعظم من مسج كزغ جهنم ذي ولا يمشنس، فيأتيه من حرها وسمومها. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح غادي سجن وعيز يعني السقوة الريح يعني وزمال سقلع الريح، فيقول من أنت من تعنيتك؟ فيقول هذا الرجل أنا عملك الخبيث، أنا العمل ديالك أنت اللي صنعتيني أنت اللي رديتيني هكا أنا عملك الخبيث. فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. ثم قرأت أنا عملك الخبيث من غيني وانت ذي اللحظة يتورى منوية يقارس من ويقع هاد الشيء راني عاد في القبر وشنو غيسناني؟ يتولد جهنم يمشى الناس الاهوار ذو الحار السمو غير حموني واشفى، صلى الله عليه وسلم والعافيه. فيقول ربي لا تقم الساعه، الدعاء امس يا ربي اسبع قيام الساعه ما تقيمش الساعه دابا ما وخقت العذاب. وخينا النبي صلى الله عليه وسلم ان القبر يضيق عليه انظرني ما مشت نتوري يمني يعني عاد يتمزي خاس يمشي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إنش حتى انفصر النس مخالفا يعني جيت الدكورس ذا يمشي الدكورس ذا، هذا معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما المؤمن فيمد له في قبره مد بصاره فلما السجدة مذي بارا وشوف زار شو مشان يعني وذين يبوي ذورا وذين ثوثرين من يتكون في الطوينش أم نيتوسع ربي عز وجل العبد المؤمن في قبره. لذلك القبر وجبود ذيس العذاب وها ذيس العذاب وفيه الناعيم. ما يميقسن شو أنت تقول شا يعني الإنسان الدرجة التي تغير في اليأس، لا ذينا الرحمة من ربي سبحانه وتعالى، ولكن يوني ذا سيسوجد يوني غير رحمة ربي سبحانه وتعالى. ختاما أحبتي في الله، ختاما سؤال، شحال غنعيش قاع نشين دي الحياة الدنيا؟ شحال غادي نعيشو قاع؟ 60 سنة 70 80 سنة 100 سنة وكم سنعيش في حياة البرزخ؟ وش حاجة نعيش قنظر خذني توني غير جرع خل أذيك الحسابات نسى ذي فهم أذوم دش مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كان يبكي عند القبر مات
سنة 36 هجرية. دي 36 هجرية يموت عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني تسيد فين غونظر دي عام 36 هجرية. رخون الشينا قرخشحا دي 1438 هجرية. يعني شحال انت غونظر رخثو 1400 عامين 1402 سنة وعثمان وعفان تقندر شحال يعيش شحال خايش. يعني مقارنة واش نقدروا نديروا مقارنة زعما نقارن الشين جامين يعيش عثمان زمين يستعدوا قندر قيس يستعدوا النهار 1400 وعامين ونسين شحال يعني حتى القيم الساعة والصغر في سنة المغني ورا 2000 ورا 5000 الله أعلم لا يعلم يعني الساعة إلا الله سبحانه وتعالى احنا ما كنعرفوش هذا العمر وش نرجدو ذي النخ عاوذي تجن قنظران شحال قاس عذون نخوذ قنظران شحال سعذون يمكن يمزورا نخرورو في السنوات الله أعلم شحال سعذون. ألا يستحق هذا القبر أن نعد له وأن نستعد له؟ ما هو يستهج أمشى أنا مني غث عيش كتا يمكن سناني غثين ني 5000 ني 10000 الله أعلم ونسيب واش ما يستحقش أنك تفكر فيه وتستعد له وتوجد له أو لا تنشغل غير الدنيا نغم شي المشنى أدخل مسار خذنها غير الدنيا 60 سنة يغنعيش الله أعلم ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك مش حاقع 60 سنة حيد 10 سنين ديال الطفولة نتمزي 10 سنين نتمزي وطوغش تعلم بالملائكة سنقصي ثني قيم 50 اكسيش 20 حيد 20 سنة ديال المكلة ديال النعاس أقصد قيم 30 حيد عاوض يجن 8 ساعات الخدمة تقني كذا غون قام مرات سقط عامين يغت سعدود دي العبادة مرات سعدود ولفوا اتهاف العبادة. أفلا يستحق منا هذا أن نفكر مليا ونستعد للقبر ومرات غنستعد للقبر فالأولى لأن القبر من الآخرة أتستعد للآخرة لأن الآخرة من ديس حياة فلا موت الخلود للآخرة شحال ما غتعيش هنايا شحال ما غتعيش في القبر ولكن في الجنة خلود فلا موت أو لا في النار والعياذ بالله خلود فلا موت. يعني وذين يقول النهاية بلا ما تحسب غتبقى يا إما في الجنة يا إما في النار والعياذ بالله. واش ما هذا الشيء ما يخليناش نفكروا ونديروا موازنة نعربر النخ شوية نسوجد للآخرة نسوجد ونظر النخ طرب سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين وعثمان وأبي السبتين علي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم اللهم لا تخالفنا عن نهجهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اشف مرضانا واحلل أخ ديالكم مريض اللهم اشفه وعافه. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه واشفي جميع مرضى المسلمين مرضنا اللي عنده شي مريض اللهم اشفه وعافه. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ملك البلاد محمد السادس اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم اجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعل بلدنا المغرب أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر جميع أعداء الدين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.